إذن متواصلين معكم مستمعينا ومباشرة إلى ضيفنا سعادة محسن بن خميس البلوسي مستشار وزارة التجارة والصناعة والحديث عن طرح وزارة التجارة والصناعة لأراضي للاستثمار والتطوير العقاري. مساء الخير سعادتك. مساء الخير، كيف الحال؟ حياك الله وسعيدين بتواجدك معنا في برنامج مع الشبيبة. مشكور أخي، بارك الله فيك، بارك الله فيك. سعادتك اليوم الحديث عن الخطوة، وحقيقة البعض يصفها بالخطوة الجريئة لطرح وزارة التجارة والصناعة أراضي للاستثمار والتطوير العقاري في ثلاث مواقع حيوية. نعم، جميل. في الواقع نعم كما أشرت هي ثلاث مواقع في مرحلة كمرحلة أولى، وهذه الخطوة تأتي في إطار التنسيق الذي تم في الحقيقة مع وزارة المالية، وباركت وزارة المالية هذا التوجه لاستثمار الأراضي المسجلة في الحقيقة باسم وزارة التجارة والصناعة، وهي سجلت في فترات زمنية مختلفة ولأغراض واستخدامات مختلفة، إلا أن طبعا وآونا الأخيرة بتوجيه حقيقة واضح من معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة بضرورة استغلال هذه الأراضي في إطار أيضا أنها تساهم في خلق تنمية في المناطق التي تتواجد فيها الأراضي وتقدم خدمة للمواطن وللزائر والمقيم في هذه المناطق. أجرينا دراسة أولية ومسح أولي في الواقع لمجموعة الأراضي اللي تابعة للوزارة، هي في نهاية الأمر هي أراضي حكومية ومسجلة باسم وزارة التجارة والصناعة، وكخطوة أولى وتجربة أولى في الحقيقة، وهذا التنسيق مثل ما أشرت تم مع وزارة المالية، قلنا كخطوة أولى نبدأ في الأراضي الموجودة في العاصمة مسقط أو المحافظة مسقط، وبالتحديد تم تحديد ثلاث مواقع، وهي الموقع الأساسي والكبير في الواقع ومركز أرض مركز عمان الدولي للمعارض، احنا أصبحنا نسميه القديم والجديد. نعم. وفي الواقع إذا جاز التعبير نسميه المركز القديم حقيقة على اعتبار أن مركز جديد افتتح مؤخرا، مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. نعم بالضبط، فبالتالي هو بالتحديد واقع تخطيطيا الأرض هذه في منطقة أو ما يسمى بمرتفعات المطار، ومساحة الأرض حدود 127,224 متر مربع، وتتوسط منطقة حيوية وتشهد تنمية كما نعرف ونعلم جميعا. نعم. ومنطقة هي امتداد لهذه التنمية التي تسحب من مسقط والمناطق المعروفة روج التقليدية اللي تتواجد فيها المؤسسات الحكومية وغيرها. سعادتك متى ستطرح هذه الأراضي للاستثمار؟ جميل، نعم احنا في طور استكمال بعض الإجراءات البسيطة في الواقع. نعم. مع الاستشاري المعين من قبل الوزارة لإعداد الدراسات والمخططات التصورية أولية لمكونات هذه المشاريع، وأيضا خطوة أخرى ونستكملها مع الأخوة في وزارة المالية، ثم طبيعة الحال مع مجلس المناقصات على اعتبار أنها تكون وفق القوانين والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن، ونتوقع أمانة التاريخ المستهدف أن لا يتجاوز هذا الأمر نصف الأول من شهر القادم. نعم، من شهر أبريل. إذن أول شهر أبريل بالضبط. نعم. فبالتالي هذا هو المستهدف، لأن احنا بدأنا منذ فترة طويلة بإعداد هذا الكلام، وتم الإعلان هذا الموضوع أمس في الواقع ونشر وتم تناوله اليوم تزامنا طبيعة الحال مع مؤتمر العقاري. قلنا طبيعة الحال مهم جدا أن يتزامن طرح هذا الموضوع مع مؤتمر مهم والحديث حول يعني تنمية القطاع العقاري في عمان على اعتبار أنه قطاع مهم حقيقة. الموقع الثاني يقع أيضا في الخوير 33، موقع تابع لوزارة التجارة والصناعة ومستخدم ومستغل منذ فترة طويلة في الواقع كأرض مقام عليها مخازن قديمة وبعض وحدات السكنية كانت تستخدم قبل موظفي الوزارة. رأت الوزارة وبالتحديد أمانة يعني رؤية ثاقبة من معالي الدكتور وزير التجارة منطقة حيوية تشهد حياة وحراك اقتصادي كبير في الحقيقة، لماذا لا تستغل بإقامة مشروع تنموي يخدم المنطقة المحيطة ويخدم حقيقة المنطقة بشكل كامل؟ فهذا الموقع الثاني. ثم الموقع الأخير في الواقع موقع في مرتفعات غلا ومقام أو عفوا يقع قريب لمستشفى السلطاني ومقابل مخازن السيارات تابعة لشركة البهوان. الناس قد تسأل لماذا هذا التوقيت ولماذا هذا المشروع، لماذا وزارة التجارة؟ بالضبط. نعم، التوقيت بطبيعة الحال مثل ما أشرت يعني الظروف الاقتصادية وظروف الحراك الذي تمر في البلد في الواقع في
لأسباب ومعطيات كثيرة دفعت الجميع أن يكون مبتكر في تفكيره، مبتكر في تنشيط القطاع الاقتصادي بشكل عام. وهذا سعادتك ما يتم الحديث عنه دائما حول الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص اللي تترجم اليوم في هذا هذا الاستثمار اللي طرحته الوزارة. وهي أمانة كما أشرت في إطار هذا التوجه، وهناك قطاع خاص مستعد وقطاع خاص متمكن فنيا اقتصاديا ماليا حقيقة يقيم هذه المشاريع تخدم المستثمر وتحقق أهداف اقتصادية للمستثمر، وأيضا تحقق أهداف تنموية اقتصادية ومالية للدولة في الواقع، وتنفذ على أراضي حكومية في إطار ما يسمى بعقود حق الانتفاع طويلة الأمد، وتحدد الفترة الزمنية وفقا لحجم الاستثمار لحجم المشروع وفترة استرداد المستثمر لهذه المشاريع. طبيعي جدا ينبغي أن تدرك الحكومة وندرك هذا الجانب، إن لما يأتي المستثمر يقيم أي مشروع استثماري على أرض حكومية وتؤجر في إطار حق انتفاع، ينبغي أن نأخذ الاعتبار ونقبل بهذا الأمر، إنه لابد يعطى مساحة أن يسترد استثماراته ويحقق عائد ومكسب اقتصادي. بالفعل، ونحن نتمنى أكيد دائما أن تستمر هذه الشراكة وتكون بشكل أكبر بين القطاعين الحكومي والخاص. سعادتك نحن سعيدين جدا أنك وضحت لنا كثير من الأمور، وتواجدك اليوم معنا أكيد إضافة إلى هذه المحطة. سعادة محسن بن خميس البلوشي، مستشار وزارة التجارة والصناعة، شكرا جزيلا لك. بارك الله فيكم، مشكورين على المتابعة، موفقين إن شاء الله. يعطيك العافية، شكرا. بارك الله فيك.